أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كانت امرأة تصلي بالنساء إماما في الصلاة في صلاة جهرية، هل تجهر بالقراءة أم لا، مع العلم بأنه ليس حولها رجال يسمعونها؟ وإذا كان حولها رجال هل تجهر بالقراءة؟ إذا لم يكن حولها رجال ولا يسمعها إلا النساء فإنها تجهر بالقراءة في موضع الجهر، وأما إذا كان حولها رجال يسمعون صوتها فإنها لا تجهر، لأن صوتها فتنة.